السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. خرج الآلاف من أنصار المعارضة في مسيرة مساء أمس بالعاصمة نواكشو تنديدا بما يصفه المنتدى الحوار الأحادية ومخرجاته وكذا ضد المساس بالدستور. وقال الرئيس الدوري للمنتدى الشيخ سيد أحمد والبابامين إن مخرجات الحوار بعضها كان عاما لا يقدم ولا يؤخر، وبعضها الآخر من شأنه العبث بمقدسات البلد، داعيا إلى عدم إجراء أي تغيير للدستور في الوقت الحالي. حذرت السفارة الفرنسية بنواكشوط مواطنيها من التنقل في جزء العاصمة الشمالي خلال الأسابيع المقبلة، داعية في بيان نشرته على الإنترنت إلى توخي الحذر بعد تسجيل عدد من الاعتداءات وعمليات التلصص في مقاطعة تبرغزينة. ويأتي هذا التحذير يوما بعد إصدار السفارة الأمريكية بيانا حذرت فيه من هجمات قالت إنها محتملة بنواكشوط تستهدف الأمريكيين. اختار المشاركون في مؤتمر إعادة تأسيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين محمد فالو الهنضية رئيسا جديدا للميثاق وسط مقاطعة عدد من القيادات المؤسسة. ويأتي اختيار الهنضية رئيسا للميثاق بعد يومين من إعلانه الاستقالة من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض مبررا ذلك بأن النصوص الجديدة للميثاق لا تقبل الانتماء السياسي في من يريد الترشح لرئاسة الميثاق. نظمت في العاصمة نواكشوط ندوة بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادية الموريتانية لكرة القدم حول منظومة رخص الأندية. وقال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد اليحيى إن الندوة تبحث استيفاء الشروط والمعايير المهنية التي تتيح للنادي التأهيل للمشاركة في المنافسات القارية، مضيفا أن منظومة الرخص تساعد على إحكام الوضع القانوني والإداري للأندية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. إلى اللقاء.